كلام جميل جدا. طيب نروح بقى بعد كده الخبر يا كريم عن هنا المشروعات القومية وكمان تحديدا تطوير الملاعب، لأن مهم جدا ان احنا نسلط هنا الضوء ونتكلم عن المشروعات القومية اللي بصراحة تجاوزت مشروعات التنمية في الاقتصاد، ونتكلم في الخدمات الصحية والإسكان والطرق، ووصلت كمان لقطاع الرياضة زي ما احنا كلنا متابعين في القرى والمراكز بالمحافظات. هنتكلم بقى تحديدا النهاردة عن المرحلة الثامنة من تطوير الملاعب الخماسية والقانونية بمراكز الشباب، ده على مستوى الجمهورية. تم افتتاحها في 2020، بتشمل هنا المرحلة الثامنة من التطوير 99 ملعب خماسي، 21 ملعب قانوني بجميع المحافظات. تم تطويرها بإجمالي تكلفة 103 مليون جنيه. تأتي عملية التطوير هنا في إطار حرص الدولة على الوصول بقى لجميع مراكز الشباب في مختلف طبعا المحافظات لتطويرها وتقديم ما يلزم لها من دعم لتقوم بدورها على أكمل وجه في استيعاب طاقات الشباب وتقديم أيضا مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية. ودي النقطة اللي احنا بنأكد عليها دايما، ان مراكز الشباب مش بس مكان لممارسة الرياضة، لا بالعكس هو بيضم العديد من الأنشطة زي ما اتكلمنا الثقافية والفنية. مهم كمان جدا ان احنا نقول ان ده اعتقد شيء محترم جدا من الدولة ان هي تهتم كمان بمراكز الشباب اللي في القرى والنجوع، ما نتكلمش فقط على المحافظات اللي يعني زي القاهرة او غيره.